كيك مالح ولا كيكات صغار مالحين كيجيو غزالين لا في المنظر لا في المذاق. غادي نبدا معكم ان شاء الله الوصفه، تقدروا تحتاجوها حتى في رمضان. حتى في رمضان انا كنديرهم بزاف هادو فرديين. خديت جوج بيضات، انا استعملت العجانه، تقدروا تخدموا غير بيديكم ولا بالفوي. خديت نص كاس تاع الزيت، كاس تاع الحليب، واحد شويه تاع الملحه، دورت العجانه واحد جوج دقائق، وغادي نزيد ثلاثه الفرماجات تاع لافاش كيري. ديروا لافاش كيري ولا ديروا كيري اللي عندكم. صافي، غادي نزيد كاس كبير ديال الدقيق، العجينه تكون ما ثقيله ما جاريه. وغادي نزيد واحد الخماره تاع 7 غرام. كما كتشوفوا معايا هنايا القوام تاع العجينه كتكون شويه ثقيله، ما تكونش ثقيله وما تكونش خفيفه. غادي ناخذ ليمول تاع لي سيليكون، غادي تسولوني عليهم، انا خديتهم البنات من شان، راهم غير خاص 2 اورو 3 اورو، خديت هادو اللي تيكونوا هكا فيهم ديك الحفره لداخل. صافي، غادي نعمرهم، وهنا نكون سخنت الفران على 180 درجه. غادي ندخلهم الفران لمده 20 دقيقه على 180 درجة. هنايا بغيت نشارك معكم واحد سميتو كون شريتها من قولوا لي عليه، من اوشون، خديتها البنات غير بشي 3 اورو، كنديري لها ناقص 70%. زوينه هاد اللعبه عجبتني، هي فيها 3 نيفو، هذه كديروا وحده فوق وحده، تقدروا ديروا عليها الخبز سخون، ديروا عليها الحلوه سخونه، ديروا عليها الكيكس سخان، المهم بالنسبه للبارد والسخون عجبتني، باش تكون هكا تحطوها باش تبرد الحاجه، فهمتوا؟ غادي نحتاجها بزاف في رمضان هذه. صافي، هنايا غادي نخرج لي كيك ديالي البنات. كما كتشوفوا معايا كيجيو محمرين، انا ما كنبغيش الحاجه تكون محمره بزاف، كنخليها ما بين وبين. شفتوا معايا كيجيو شويه محمرين، ما محروقين، ما دخلهمش ديك الحموريه بزاف. وغادي ناخذ من فرماج، بغيتو فرماج لافاش كيري، فرماج كيري ولا فرماج حتى تاع الدان، درتو في البوش، ودرت واحد درتو في البوش، وبديت كنزوق بها البنات. وغادي ندير واحد العريش تاع الربيع، وغادي ندير زيتونه كحله وشويه تاع السانوج، تيجيو البنات خطيرين كما قلت لكم. ولكن المذاق يا سلام، حتى في المنظر كيجيو رائعين في المنظر. باغدون، راه تنقول لكم ديما في لي فيديو، راه ما تنعرفش نعبر، كيهربوا لي الكلمات البنات، كيجيو غزالين البنات، عرفتي واحد المذاق فيهم سيغتو الفرماج بننهم. وبالصحه والراحه والسلام عليكم. هادو مازال ما كملتهمش، قلت نصور لكم دغيا.